بعد تعرضك لإصابة مرتبطة بالعمل، يتعين على رب العمل مساعدتك على معالجة إصابتك والعودة إلى العمل. يترتب عليك وعلى رب عملك عدد من الالتزامات بشأن عودتك إلى عمل مناسب، وقد تنشب النزاعات عندما يفشل أحد الطرفين بالالتزام بواجباته. بإمكان مفوضية تعويضات العمال مساعدتك ومساعدة رب العمل لفض النزاعات حول طريقة معالجة إصابتك أو عودتك إلى العمل. دعنا نلقي نظرة على نزاع حول طريقة معالجة الإصابة في مكان العمل. تعرض سيد وهو عامل في مصنع لإصابة في ظهره في مكان العمل. ينطوي عمله على حمل أشياء ثقيلة والانحناء والوقوف لفترات طويلة. ليس هناك خلاف بأن سيد تعرض لإصابة في العمل أو بأن لديه قيود حركية بسبب إصابته. نشب خلاف حول العمل الذي يمكن أن يقوم به سيد بعد الإصابة والعمل الذي يمكن لرب عمله تكليفه به. من المهم أن لا يقوم سيد بعمل يفاقم إصابته أو يجعلها أكثر سوءاً. يقول طبيب سيد أن على سيد القيام بأعمال إدارية من المكتب في الوقت الذي يعمل فيه على إكمال برنامج إعادة التأهيل. ويقول توني وهو مدير سيد أن وظائف المكتب غير متاحة، خاصة وأن مهارات سيد في استخدام الكمبيوتر ليست قوية. يريد توني أن يعود سيد إلى القيام بمهامه العادية أو أن يقدم استقالته. الاستقالة من العمل غير مطلوبة من سيد. أحال سيد النزاع بشأن المهام المناسبة إلى المفوضية. أحيل النزاع إلى محامية ذات خبرة من محاميي المفوضية، وهي مستقلة عن كل من سيد ورب عمله. ستحاول مساعدة أطراف النزاع على الاتفاق على عمل مناسب. تدرج النزاعات الخاصة بمعالجة الإصابة في مكان العمل مبدئياً على قائمة المؤتمر الهاتفي. توجه سيد إلى مكتب محاميه ليكون طرفاً في المؤتمر الهاتفي على أمل إيجاد حل للنزاع. قبل المؤتمر الهاتفي يتعين على كل من محامي سيد ومحامي رب العمل تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالنزاع. يتم إيجاد حل لمعظم النزاعات حول معالجة الإصابات في مكان العمل خلال المؤتمر الهاتفي، لكن في الحالات التي لا تتوصل فيها أطراف النزاع إلى اتفاق، يصدر محامي المفوضية توصيات لحل النزاع. فبعد إجراء بعض المناقشات خلال المؤتمر الهاتفي، توصل سيد ورب عمله إلى اتفاق يمكنه من العودة إلى العمل، وهي نتيجة مرضية لسيد ولرب عمله اللذان كان لهما علاقة جيدة حتى هذا الوقت. إذا كان لك أو لشخص تعرفه نزاع بشأن إصابة مرتبطة بمكان العمل، بإمكان مفوضية تعويضات العمال تقديم المساعدة. لدينا معلومات متاحة بعدة لغات متداولة في أستراليا. زر موقعنا لمعرفة المزيد.